السلام عليكم، كيف انتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير او بخير. العقار اللي جاب لكم الشركه افيتو طونجي هو من العقارات الجد المطلوبه اللي عليها الطلب بزاف بالنسبه للزبائن ديال شركه افيتو طونجي. دونك العقار ديالنا فين كيتواجد؟ كيتواجد في الجهه ديال مغوغه. بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش هذه المنطقه فين كاينه، كاين حدا مارجان سوبر مارشي مارجان اللي كاين في طريق تطوان، حيت كاين جوج، كاين واحد في شارع الجيش الملكي وكاين واحد في الطريق ديال تطوان. دونك هذا الكومبلكس هذا كيتواجد حدا مارجان اللي في طريق ديال تطوان. شنو قريب لكم؟ قريب لكم الطريق الجديده اللي كتديكم لطنجة بالية، طريق لكم قريب لكم طريق جديده اللي كديكم المول اللي كاين في مالباطه. حيت علاش كنقول طريق جديده في طريق جديده؟ حيت في هذه المنطقه هذه بالضبط عملوا بزاف ديال الطرق الجدادين اللي كيوصلوا ما بين طنجة بالية مالباطه، باش هكذا كيسرعوا على سيركيلاسيون. دونك شنو قريب لكم؟ ايضا قريب لكم حتى تطوان او لوتوروت اللي كتدي لطريق تطوان، وهذا مزيانه بزاف الناس اللي كيبغيو يخدموا في تطوان ويسكنوا في طنجة وتجيهم سهله في لانافيت. وما ننساوش اهم حاجه انها في تقريب ليله حتى العوامه. بالنسبه للناس اللي غادي يسقسوا على لي ترونسبور كيوصلوا حتى الباب، خاصه لي ترونسبور ديال المعامل. بالنسبه للتوكسيه خضار توكسيه بويض، حتى هما كيوصلوا حتى الباب ديال العماره. باش ما نزيدش نطول عليكم، فاتيره ضرب الكاميرا وتوريكم الفصاله ديال لابارتمون اون جينيرال. دونك لابارتمون ديالنا المساحه ديالها 56 متر، جات في الطابق الثاني، وطبعا العماره فيها السنديك ديالها والعساس، وفيها جوج بيوتا صالون اللي شفتوه وهاد السيجور، واهم حاجه تواليت كوزينه والبالكون اللي من بعد هي دخلاتو الكوزينه باش تستفاد من المساحه ديالها. دونك هنايا كاين هاد السيجور هذا اللي هي عملت له الزليج حتى لهاد الشيحه هادي، وهاد الزليج هذا لاحظت بانه ما كاينش غير في السيجور، راه كاين في الكولوار كامل. من بعد غادي تشوفوا ملي غادي ندخلوا هنايا، فضلت انها تعمل طابل امونجي اللي كنقولوا حنا صالا مونجي، اللي فيها ابعاد ديال كراسه، ولكن ماشي ضروري تقيدوا بهاد التجهيزات اللي كاينه هنا. وبالنسبه للناس اللي غادي يسقسيونا واش لابارتمون ديالنا كتبع بالفراش ولا خاويه، كنجاوبوهم ونقول لهم كاين لي دو شوا، كاين جوج ديال الاختيارات اللي بغيتيهم. مثلا بغيتيها خاويه، مرحبا راه كتبع واخا خاويه، راه عامره اصلاحات. وإلا بغيتيها بالفراش، تفرج معايا وشوف الفراش اللي غادي يبقى هنايا. دونك بالنسبه للفراش راه اون جينيرال غيبقى جميع الفراش اللي غادي تشوفوا الكبير، ما عدا لي بياس ستيتو غادي تداه مولات لابارتمون والحويجات ديالها اللي هما بيرسونيل. ولكن الاغلبيه راه كلشي غادي يبقى هنايا فحال هاد السفريشه اللي كاينه في هاد الصالون اللي كاينه من القنت حتى للقنت. صالون مغربي بالكوان ديالو بلا طابل ديالو اللي كتجي سونتراليزي في الوسط، وطبعا كاين هاد التريه هادي اللي كتجي في السقف. وما نساوش اهم حاجه الزربيه، يعني كنصن ديطايو لكم في الفراش باش كتعقلوا على الفراش اللي كاين هنا يعني، ومن بعد كتاخدوها بحال في الفيديو اللي شفتوه يعني. هفاتي كتعاود تصور لكم السيجور اللي فيه ديك المرايه، داك الكونسول اللي كاينه في الدخله، وطبعا التلفازه اللي كاينه حتى هي في السيجور. ودابا غنمشيو باش نصوروا الباقي ديال البياس ديال لابارتمون ديالنا، وغنتجهوا مباشره للحمام. الحمام ديالنا اللي هو هذا، لما لاحظت ان الحمام عندنا مقسوم على جوج، كاين تواليت سيرفيس هي اللي كتصور لكم فاتي، تواليت سيرفيس ديالنا اللي فيها كاع لي ماتيريال سانيتير، ما نساوش انها فيها حتى التهويه، زلجته حتى النص تقريبا. وفي المساحه ديالو هي غادي تصور لكم فاتي، مساحه كافيه للاستغلال، كافيه للسكان اللي غادي يكونوا في هاد لابارتمون هادي. وفي الجهه اخرى كاين دوتشه، ولكن من بعد ونمشيو لها. دابا نتجهوا مباشره الكوزينه ديالنا الرئيسيه اللي كاينه في هاد لابارتمون هادي. طبعا الكوزينه ديالنا راه عاودتها كاريمون، علاش؟ حيت كانت فيها واحد المساحه في البالكون. اجيو معايا نصور لكم المساحه اللي كانت في البالكون. نورمالمون شوفوا غير السيباراسيون اللي كاين هنا، هذا هنا كان بالكون من هاد الجهه كامله. دونك هي شنو عملت؟ فضلت انها تزول السور اللي كاين هنا ولا السيباراسيون اللي كانت هنا، ودخل المساحه ديالو في الكوزينه، وهكذا كتستافد من البالكون اللي غالبا كنظن عند لي كليون ان البالكون كيكون يوزليس اولا ما كيحتاجوش شي، دونك كيحتاجوه يكون في وسط الكوزينه باش كيحطوا الماتيريال ديال الكوزينه حتى هو في البالكون. وراكم معروفين حنايا في المغرب راه بزاف كنحتاجو في الكوزينه بزاف ديال الماتيريال، كيف ما ان الصالونات ديالنا كيكونوا فيهم بزاف ديال الحوايج. دونك بالنسبه للاصلاحات اللي عدلات هنا، عدلات هاد
بلاكار هذا اللي كاين فوقي، هي في عوض انها تجبر وتركب البلاكار عملت هذا مبني و نيت إيهز البلاكار اللي كاين الفوقي، وعملت الفوق اللي بلاكار ديال الخشب، التحت عملت هاد لي بلاكار ديال الألمنيوم. وكيف ما شفتوا معنا كوزينة ديالنا واجدة مكمولة، والتجهيزات اللي فيها غزالين، يعني سواء خديتوها بالفراش ولا خديتوها خاوية راه كتاخدوها عبر إصلاحات. ودابا غادي نمشيو نشوفو الحمام أولا الدوتشار الرئيسية اللي كاين في هاد لابارتمون. كيف ما قلتلكم في الأول أن الحمام عندنا مسيباري على جوج، كاين تواليت سيرفيس وكاين دوتشار. فاتي كتصورلكم الدوتشار، وأنا غادي كان الناس اللي بغى يشوفنا حصريا في الانستغرام كاين كنزلوا سكرين شوت، كنزلوا سكرين شوت اللي فيها اليوزر نيم ديال الانستغرام، تابعونا تما، فعلوا الجرس، راه كنزلوا ريلز، كنزلوا مقتطفات ديال الفيديوهات، كنزلوا ستوريات اللي كيكونوا حصريا، ما كيتنزلوش في لاشين برينسيبال ديال افيتو طونجي لا الاولى لا الثانيه، كيتنزلوا حصريا في الانستغرام. وهكذا بامكانكم انكم تكونوا السباقين وتزوروا البروداكت اولا تاخذوا البروداكت انطلاقا من الانستغرام. ما عرفتوشي من سكرين شوت، كاين ليانات في الديسكريبشن اولا صندوق الوصف، ليان ديال لاباج فيسبوك، ليان ديال الانستغرام. سينو ما عرفتوشي دخلوا علينا الواتساب، صردوا لنا شحال الفيديو ديالكم، وحنا هكذا كنعطيكم كاع المسائل اللي كتحتاجوها ولا كاع العقارات اللي باقا متاحه. ودابا غندخلوا معايا باش نكتشفوا لا شومبر الاولى اللي كاينه في هذا لابارتمون. هذه مساحه ديالها، ها هي مساحه كتصور لكم فاتي، مساحه كافيه للاستغلال، كافيه راه كتشتوها غير مولات لابارتمون استغلتها بالمزيان، عملت فيها جوج ديال كيما سيبور بوزي، يعني كاما فوق كاما، وهكذا استفدت من المساحه ديال الشام. يعني كان بامكانها انها تزيد هنايا شي موطع ديال الكلاس، اولا مثلا كاما عملت فيها التلفازه. وبالنسبه لابانتور اختارت انها تعمل هاد لابانتور هادي اللي في الزرق وفي الغوز، يعني سواء كان ديال البنت سواء كان ديال الولد كيكون الالوان محايده، باش هكذا لا شوم كتستغل يعني الجوج ديال الناس. وهنايا كاين هاد الماريو هذا اللي طبعا الا خديتوها بالفراش راه كتاخدوها كيف ما كتشوفوها. وما نساوش ان لابارتمون ديالنا كطلل على اطلاله مشمسه اللي هي ماشي فوسط العماره او لاباتيو، ولكن كطلل تقريبا على فوسط الريزيدونس اللي كاين فيه هاد العماره هذه. هنايا كاين هاد لا شوم برينسيبال اولا لا شوم بارونتال ديال الوالدين، المساحه ديالها هي هذه، حتى هي كطلل على نفس الواجهه اللي كيطلل عليها الصالون اللي كيطلل عليها بيت النعاس. دونك هنا شنو عملت هي، استغلت مساحه ديال لا شوم ديالنا، عملت فيها كاما دوبل اللي كتشوفوها، في الجهه اخرى عملت بلاكار اللي مع الطاقه، وفي الجهه اللي فيها فاتي طبعا عملت فيها الماريو اللي هو ديال اربعه ديال البيبان. ملي تكون خارجه غادي توريه لكم بالزربه، خفا زربه. وهكذا انا غادي نذكركم بالمساحه ديال لابارتمون ديالنا اللي هي 56 ديال مترو، جات في الطابق الثاني. فين جات هاد لابارتمون؟ هادي جات في مغوغه. دونك بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش مغوغه فين كتواجد، كتواجد في حدا سوبر مارشي مرجان اللي كاين في طريق تيتوان. انا نرجع نذكركم ونقول لكم علاش كنقول مرجان ديال طريق تيتوان، حيت كاين جوج ديال المرجانات، كاين مرجان مرجانات، كاين جوج ديال المرجان اللي كاين في شارع الجيش الملكي، وكاين هذا اللي في طريق ديال تيتوان. قريب لي لكم العوامه، قريب لي لكم الطريق الجديده اللي كتدي طنجه باليا، جوج دقائق انتم في طنجه باليا. قريب لي لكم ايضا الشارع اللي كيدي المول اللي كاين في مالاباطا، وي كيف ما سمعتوا المول اللي كاين في مالاباطا، عاوتاني ثلاث دقائق انتم في مالاباطا. لابارتمون ديالنا كتبع سوا بالفراش سوا خاويه، باش ما نزيدش نطول عليكم. الثمن ديال هاد لابارتمون هادي خاويه هو 26 مليون سنتيم، بالدرهم هو 260 الف درهم. بالنسبه للناس اللي كتبغي تحول العمله من الدرهم الماد العمله ديالهم الاجنبيه، اي عمله اجنبيه، راه كاين دي سيت اللي كيقدروا يكونفيرتيو الثمن من العمله ديال الدرهم للعمله ديالكم الاجنبيه. بالنسبه للفراش الثمن ديالها هو 310 الف درهم اولا 31 مليون سنتيم. ان توكا اثمنه كتكتب لتحت باش هكذا كتعرفوا الاثمنه، اما بالشوفه اما كتسمعوها. بالنسبه لواحد النقطه بغيت نوضحها للمشاهدين ديالنا، بما انكم نتوما عزازين وضروري تكون لا ترونسبارونس بيناتنا، دونك زدنا واحد لوبسيون جديده اللي هي شورت في القناه ديال يوتيوب افيتو طونجي. هادوك ديزاكستخي مقتطفات من لي فيديو ديال لي زابارتمون، هادوك راه ديجا كاين الفيديو
كامل لا بغيتو صاردوا لنا السكرين شوت ديال هذاك الشورت وحنا كنصاوبوا لكم الفيديو كامل وعليه المعلومات كامله. خوتي خواتاتي الله يسهل عليكم كاملين ونهاركم بركه.